تستعد الحكومة لاستقبال عيد الفطر المبارك لضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك بالإضافة لتشديد الرقابة على الأسواق. مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، خطة شاملة واستعدادات للمخابز للتأكد من توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين وضبط حركة الحصول عليه قبل انتهاء الشهر الكريم وخلال أيام العيد، حيث يتم صرف حصص الدقيق 3 أيام مسبقاً للمخابز البلدية التي تنتج الرغيف المدعم، والبالغ عددها 28,000 مخبز على مستوى الجمهورية. احنا شغالين زي ما انتم شايفين في الشارع، المخابز شغالة والدنيا ما فيش أي مشكلة ولا أي أزمة الحمد لله. في صرف 3 أيام مقدما من يوم 28 29 و30 لأيام عيد الفطر المبارك، يعني ال3 أيام واخدهم أصحاب المخابز قبل ما العيد يبدأ خالص. عايز أقول لهم بلاش نخزن العيش، بلاش تحوش يوم على يوم، أنت هتنزل تاخد يومك بيومك. نسبة الأجازات لا تتعدى 10%، يعني المربع هيكون فيه بتاع 4-3 مخابز، واحد بس اللي واخد أجازة الباقي شغال. اللي بيحصل مع المواطن بيجي بياخد 3 أيام بتوع وكل يوم عنده عيش على البطاقة، والموضوع كويس الحمد لله، وصرف لنا أيام العيد وأنا مش واخد أجازة عشان عندي عمال تشتغل في العيد، ومنزل لي دقيق برضه لحد بعد العيد. غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بمديريات التموين في المحافظات من أجل متابعة سير العمل بالمخابز خلال هذه الأيام، كما تتابع الحملات التفتيشية أيضا مواعيد عمل المخابز للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية من أجل صرف الخبز البلدي. احنا عندنا المخابز البلدية تم ضخ 3 حصص مسبقة للعمل أيام العيد، على مدار العيد بيبقى العمل مستمر، كل مخبز عنده الحصة الكافية للعمل خلال العيد. تم وضع خطة للدور الرقابي على مدار أيام العيد بحيث أن يكون في حملات مستمرة على مدار اليوم، وتم وضع غرفة عمليات رئيسية في المديرية وغرف فرعية في الإدارات التموينية التابعة للمديرية بحيث يبقى التواجد مستمر والتواصل مع المواطن على مدار اليوم. والله هو الوقت الحمد لله بفضل الله في سهولة في صرف الخبز والعيش الحمد لله تمام، وفي الحمد لله ما فيش أي صعوبة في صرف العيش الحمد لله رب العالمين تمام. يعني الخبز هنا كويس، يعني من أحسن الفران هنا في الخبز، والرغيف نفس المواصفات اللي بناخدها كل يوم. بيجي اخد 30 رغيف بتوعي بالبطاقه بتاعتي، فباجي اخد ال 30 رغيف بتاع كل يوم. استعدادات من الحكومه لعيد الفطر المبارك لسلعه استراتيجيه هامه وتوجيهات للمخابز بضروره الالتزام بمواعيد العمل المقرره وصرف الخبز لمستحقيه من اجل ضمان توافره للمواطنين خلال ايام العيد. سالي سالم، التلفزيون المصري.